تحيات الأصايل المملوكة لأصحاب السمو الشيوخ. المسافة المعتادة والمقررة هي 8 كيلومترات. انطلاقات في هذا الصباح الرائع مشاهدينا متابعينا الكرام، ونسير مع الصدارة نباري مقدمة هذا الشوط وما يحمله هذا الشوط من تحديات جميلة ومن أسامي لامعة متميزة في هذا العالم الساحر. نتابع البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى صغان من اندفع بناموس هذا الشوط يحمل شعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان متابعا لهذه الانطلاقة. النقلة التالية مع المركز الثاني، وأرى شكلان لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة، وشاهين من الجانب الآخر يحمل شعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي من يتابع انطلاقة شاهين مع اللي انطلق بدوره في هذه اللحظات بصدارة هذا الشوط. ولكن ننطلق مع المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن مليشة في عملية التضمير، وخامس التحديات مروع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبع متابعا لانطلاقة مروع مع المركز الخامس وسادسا. تابع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم سلطان بالشر الخاطري من يتابع انطلاقة شاهين، وفي سابع التحديات المركز السابع برهوم لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم خليفة بن سالم بالصقعة كابتن المضمرين ينطلق مع الأداء المتميز اللي قدمه برهوم. وثامن التحديات أرى التسلل أيضا لمياس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عامر بن حمود بن دعفوس من يتابع متميز، والخوار يتسلل بدوره في هذه اللحظات ينطلق مع المركز الثامن لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، وعملية التضمير عند محمد بن عبد الله بن حميدان. المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم سيب بن أحمد بن خريدة من يعلن الانطلاق المتميز لشاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الأول وجولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة بناموس هذا الشوط. نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناة دبي ريسينج نتابع الصدارة، نتابع التحديات الجميلة والمنظر الرائع. أرى هناك شاهين منقاد المجموعة في هذه اللحظات لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد من عشق السلالة الشاهينية ينطلق بشاهين بناموس هذا الشوط. ومع المركز الثاني، مع المركز الثاني أراهني صغان لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان من يعلن انطلاقة صغان مع المركز الثاني. وفي ثالث التحديات التسلل لشكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية التضمير والمتابعة. ننطلق مع المركز الرابع أرهني مروع بدأ ينضم في هذه اللحظات مع الكوكبة المتقدمة مروع وبشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع متابعا لانطلاقة مروع مع المركز الرابع. وفي خامس التحديات نرى التسلل لشاهين لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليشة من يعلن انطلاقة شاهين مع المركز الخامس. وفي سادس التحديات أرى الخوار أيضا ينطلق في هذا الانطلاق الجميل مع هذا المسار الرائع لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان من يتابع انطلاقة الخوار مع المركز السادس. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز السابع، وأرهني شاهين لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة سلطان بالشر الخاطري أيضا يتابع انطلاقة شاهين مع الأداء المتميز اللي قدمه شاهين على المركز السابع. وفي ثامن التحديات نتابع المركز الثامن،
نتابع الانطلاق الجميل وأرس الهود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. ياتي ثامنا حمد بن خميس الغويص من يتابع الانطلاق، ولكن أرهني شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، وسيب بن أحمد بن خريدة من يتابع الانطلاق المتميز، ومع المركز العاشر شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم السهيل بن مبارك. سمو الشيخ مكتوم بن حمدان برايد المكتوم وبقيادة محمد بن سعيد بن حلوة الاهتبي أيضا من يتابع انطلاق الشاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندانا الثاني للعشر المراكز الأولى، ولكن بدينا نقترب مع لوحة الأربعة كيلومترات. انتصاف المسافة لهذا الانطلاق الجميل وهذا التحدي الرائع. نعود مع الصدارة، نتابع شاهين اللي قائد المجموعة منذ البداية، ماخذ لنا مسار في هذا الانطلاق الجميل. شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد من يتابع انطلاقة شاهين منذ البداية، وهو يقود المجموعة، يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط مع الاندفاع المتميز. ننطلق مع المركز الثاني، نتابع التحديات الجميلة، وأرهني صغان، أرى صغان مع المركز الثاني لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، متابعا لهذه الانطلاقة الجميلة والرائعة. مروع مع المركز الثالث، مروع يتسلل في هذه اللحظات، ينطلق مع المركز الثالث بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يقوده في عملية التضمير طارش بن مبارك بن قوبع، ينطلق بمروع مع المركز الثالث ورابع. التحديات رهني شكلان، أرى الشكلان مع المركز الرابع، ينطلق مع التحدي الجميل وبشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يقود سهير بن مبارك بن مرخان. يا سلام، الكوكبة رباعية على مقدمة هذا الشوط، مع التحديات الجميلة، مع الانطلاقات الرائعة. نتابع المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى شاهين من ينطلق في هذه اللحظات مع المركز الخامس لسمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليشة، من يعلن انطلاقة شاهين مع المركز الخامس. وفي سادس التحديات، الانطلاق للخوار لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، يتابع انطلاقة الخوار مع المركز السادس، وبقية المراكز بعيد عنا، بعيد. نكتفي بهذا القدر مشاهدينا متابعينا الكرام، نعود مع الصدارة، مع المنعطف الأخير، مع التحديات الجميلة في هذا المسار الصباحي الجميل. يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين من يقود المجموعة، شاهين من يسيطر كل السيطرة على مجريات هذا الشوط منذ البداية، متحمل المسؤولية، يقود المجموعة بكل جدارة بشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، وبقيادة خليفة بن سلطان بن رشيد. من يتابع انطلاقة شاهين، ولكن أرى هني مروع، أرى مروع بدأ يتسلل، تسلل باين وملحوظ مع المركز الثاني بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يقود طارش بن مبارك بالقوبة، ولكن نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات. كي أرهني صغان، أرى صغان من ينطلق مع المركز الثالث بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان، متابعا لانطلاقة صغان مع المركز الثالث ورابع التحديات. يبقى شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم السهيل بن مبارك بن مرخان، يعلن انطلاقة شكلان مع المركز الرابع وخامسا. أرهني الخوار، أرى الخوار من ينطلق مع المركز الخامس بشعار سمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان، متابعا لانطلاقة
الخوار مع المركز الرابع، ولكن التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه اللحظات والانطلاق، الانطلاق الجميل لشاهين بشعار سمو الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي علي بن مهير بن بليش، من يعلن انطلاقة شاهين في هذه اللحظات اللي انطلق بدوره مع المركز الخامس. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع المقدمة والصدارة بعد المغادرة للوحة 2 كيلو مترات ما تبقى عن خط النهاية، والسلالة الشاهينية من تفرض وجودها بكل قوة مع عاشق السلالة الشاهينية خليفة بن سلطان بن رشيد وبشعار سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم على الصدارة منذ البداية مع الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع. يا سلام يا سلام يا سلام. نتابع المركز الثاني، نتابع التحديات الجميلة مع المركز الثاني، وأرهني مروع، أرى مروع مع المركز الثاني بشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طارش بن مبارك بالقوبة في عملية التضمير والمتابعة. ومع المركز الثالث أرهني التسلل في هذه اللحظات، نتابع صوغان مع المركز الثالث لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم محمد بن عبد الله بن حميدان. من يتابع انطلاقة صوغان مع الأداء الجميل مع التحديات الرائعة مع الكوكبة الثلاثية والمثلث الذهبي مع الثلاث المراكز الأولى. المغادرة مشاهدينا متابعينا الكرام للوحة الكيلو المتر الأخير، نتابع شاهين المنفرد بناموس هذا الشوط منذ البداية. يا سلام يا سلام يا سلام، يقدم الأداء المتميز والعرض الجميل في هذه اللحظات بدون أي أوامر. تذكر شاهين مع الصدارة، شاهين مع المقدمة يندفع بناموس هذا الشوط. تهانينا من هذه اللحظات وهذا المنظر الرائع من عدسة البرج. يا سلام يا سلام يا سلام، توضح اللقطات التراثية الجميلة والاندفاع الرائع في الأمتار النهائية. تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لخليفة بن سلطان بن رشيد من عشق السلالة الشاهينية. يا سلام، شاهين ينفرد بناموس هذا الشوط، قام راس وينهي الشوط راس بالفعل. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم، ومشكور يا ابو مانع مع الأداء الجميل والانفراد الرائع اللي قدمه شاهين وهو يغترب إلى خط النهاية بدون أي منافس وبدون أي تعليمات. يغترب شاهين إلى خط النهاية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، التهاني لخليفة بن سلطان بن رشيد. بينما اللي وصل مع المركز الثاني صوغان لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، المركز الثالث يصل فيه شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم، المركز الرابع لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم، المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، والمركز السادس لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم. ولكن نعود مشاهدينا متابعينا الكرام مع التوقيت الزمني 13 دقيقة 38 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن رايد المكتوم، والتهاني لخليفة بن سلطان بن رشيد. صوغان يصل ثانيا، يقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول. تهانينا لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن رايد المكتوم، والتهاني أيضا للمضمر محمد بن عبد الله بن حميدان. عشر دقيقة 49 ثانية جزء واحد من الثانية، توقيته الزمني لمسافة 8 كيلومترات. ومع المركز الثالث يصل مشاهدينا متابعينا الكرام شاهين في اللحظات الأخيرة 13 دقيقة 52 ثانية ست أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني لمحمد بن سعيد بن حلوة الكتبي. تهانينا لجميع الفائزين.